أنه هذان الجريحان موهوبان دون أدنى شك. هذه الموهبة عطلتها الإصابة لفترة ما، ولكن إرادتهما القوية وتصميمهما على المضي قدما وعلى مقارعة الحياة وعلى الاستمتاع أيضا بالحياة، لأنه الموهبة عندما ننميها نستمتع بكل لحظة من ممارستها. هناك تطور كبير في المرحلة الأولى عنه في المراحل الحالية. بدأ كلاهما بالرسم بالرصاص وبالفحم وانتقلا إلى الألوان. أنا أعتقد بأن التجربة في طور النضوج، ولكن ما رأيناه جميل جدا ويستحق كل تشجيع. لما بلشت الحرب على سوريا حسيت أنه من واجبي دافع عن بلدي الحبيب سوريا، وقررت أني أترك الدراسة والرسم وروح دافع عن بلدي. فطوعت بالجيش العربي السوري، صوبت بسنة 2014، ما عاد قدرت أرسم طبعا بفترة خدمتي بالجيش. يعني كانت إصابتي بإيدي اليمين وبرجلي اليمين وبخاصرتي. فبعد منها انه كان عندي فتره فراغ كبيره ووقت يعني فاضي، فحاولت اني ارجع اتعلم الرسم. ما قدرت ارسم بايدي اليمين، فحاولت اني اتعلم الرسم بايدي اليسار. ومع الوقت بالبدايه كانوا اللوحات شوي ضعيفين يعني، بس مع الوقت حسيت في تطور، وكان في دعم من يعني من اهل ومن الاصدقاء ومن على مواقع التواصل كمان كانوا يدعموني لما يشوفوا شغلي. وبعد منها في الأستاذي أمان حبت تدعمني، فتواصلت مع مشروع جريح وطن واتفقوا أنه نعمل معرض مشترك أنا والجريح علي برهوم. أنا عامل معرض مسبق بدعم من محافظ طرطوس الأستاذ صفوان أبو سعدة، وهلا جاني دعم من فريق جريح وطن ومدام أمان تركماني بمساعدة الأستاذ عدنان إبراهيم. جاهزين للمعرض هذا من 3 سنين، واليوم أبصر النور.